نشرت صحيفة الوطن المصرية خبر عن متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطورات سير العمل في سد جوليوس نيراري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وده بإشراف من الحكومة المصرية. قال متحدث الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن السد يعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، إذا يسهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليا بالبلاد، ومن ثم فهو يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية.